السلام عليكم ورحمة الله. الواحدة ظهرا بتوقيت تونس. فيما يلي عناوين الأخبار: في اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية تشديد على التنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية يدعم بتوقيع اتفاقية نوعية في المجال. الخطوط التونسية تعلن إيقاف كل رحلاتها إلى أجل غير محدد على خلفية خلاف حاد بين أعوانها، ووزير النقل يتعهد باتخاذ إجراءات ردعية. لتعزيز القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، قوات التحالف تؤكد نشر وحدات من مشاة البحرية في سوريا، ودمشق يتجول جولة خامسة من المحادثات. أهلا بكم. انطلقت اليوم أشغال اللجنة الكبرى المشتركة في دورها 21 تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف إيد والوزير الأول الجزائري عبد الملك سلالة، لتتوج باتفاقيات هامة تشمل قطاعات عدة، منها التعاون الأمني والتجاري والثقافي والمرأة والأسرة والطفولة والرياضة والتشغيل. في ترجمة لرغبة تونس والجزائر في تدعيم العلاقات على مستويات عدة، ستتوج أشغال الدورة 21 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية بعدة اتفاقيات مهمة تشمل مجالات وقطاعات متعددة على رأسها التعليم والأسرة والطفولة والرياضة والعيلة. ولهذه الدورة أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على أن هذا الاجتماع يعد فرصة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وأننا نتطلع إلى أن يستكمل الجانبين التونسي الجزائري في أقرب الأوقات مباحثتهم المتعلقة بتفعيل اتفاق تجاري تفاضلي ومراجعته باتجاه تحسين الامتيازات التعريفية المتبادلة وتقريبها وتوسيع قائمة المنتجات المدفع بها، وذلك ضمانا لإرساء شراكة اقتصادية استراتيجية فاعلة من دفع المبادلات التجارية وتوسيع قاعدتها. من جانبه دعا الوزير الأول الجزائري إلى استغلال الفرص المتاحة لفتح المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين في الشارع. وفي المجال الأمني قال عبد المنطقة: تفرض علينا المزيد من التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة. حيث نوه في هذا الصدد بالتعاون القائم والتنسيق الدائم بين أجهزتنا الأمنية، والذي سيدعم دون شك بالتوقيع اليوم لاتفاقية الأمن ويدفع به إلى مستوى أرقى. وحول الانعكاسات المباشرة للأزمة الليبية على البلدين، جدد الوزير الأول الجزائري موقف الجزائر بأن الحل يكمن في تسوية سياسية وفي حوار ليبي تدعمه دول الجوار لمساعدة الفرقاء الليبيين لتحقيق هذا الهدف في إطار المسعى الذي تراه الأمم المتحدة. ودعا سلال هذه المنظمة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة حفاظا على وحدة وسيادة ليبيا واستقرارها بعيدا عن كل التدخلات الأجنبية. وشهدت تطورا هاما خلال السنوات يتمثل خاصة في تكثيف الثنائي والقضية السياسية المشترك. عقد اللجنة العليا التونسية الجزائرية، قال رئيس الحكومة يهد خلال ندوة صحفية إنه تم إمضاء اتفاقية أمنية بين البلدين وتبحث وضعية المناطق الحدودية وضرورة تحسين ظروف العيش فيها. أما فيما يتعلق بليبيا فإن ثمة رؤية مشتركة بين البلدين الشقيقين تتركز على حوار ليبي. موضوع الأمن بطبيعة الحال موضوع مهم سيكون، وكان هناك إمضاء لاتفاقية أمنية بين تونس والجزائر، ولو أنا ديما نقول أنه تونس والجزائر بدون اتفاقية كان هناك تنسيق قوي وشبه يومي ومتواصل في الجانب الأمني، وحققنا العديد من النجاحات في المستوى الأمني بفضل التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية وبين وزارات الداخلية. أيضا تطرقنا لمسألة المناطق الحدودية وضرورة تنمية المناطق الحدودية وتحسين ظروف العيش فيها. حطينا التجربة الجزائر تحت إيدي الإخوة التونسيين، وأكثر وأبعد من هذا وفي بالأخص في هذه الفترة فيه تنسيق في سيختم بالنسبة لمصالح الأمن، بالنسبة للجيش، بالنسبة للمخابرات وكل ما يسمح لمقاومة هذه الأفكار. في بلاغ عن التونسية أن الناقلة الوطنية قررت اليوم إيقاف جميع رحلاتها بسبب خلال عودة من قرطاج. الشركة وضحت أنها أقرت وقف رحلاتها على سمة حرفائها وأسطولها،
فيما تعهد وزير النقل أنيس غديرة باتخاذ إجراءات ردعية في كل من ثبت تورطه في افتعال الأزمة التي تسببت في تعطل رحلات الخطوط التونسية، مشدد بعد تحوله صباح اليوم إلى المطار على أنه لجال أوضى ولحدوث مثل هذه التجاوزات الخطيرة الماسة بمصلحة الشركة والمشوهة لصورة تونس. الوزير أعلن تكوين خلية أزمة معتبرا أن هيبة الدولة وعلوية القانون تقتضي. ديوان الطيران المدني والمطارات قال من جهته في بلاغ له اليوم إن المطار يواصل نشاطه بصفة عادية باستثناء رحلات شركة توت التونسية. في جابس ارتفعت حالات التسمم في صفوف الطلبة إلى 191 حالة بفضل واحد بينها بالمستشفى لارتفاع درجة حرارته، في حين غادره بقية الطلبة من الطلبة بجابس بغذاء حسب تأكيد إدارة حفظ الصحة. قال احتفاظ المستشفى بحالة واحدة، 190 حالة الأخرين بمرح لباس ما فماش حتى حالة اللي هي ما تتعكرت. الطلبة تلقوا الإسعافات اللازمة والفرق الصحية باشرت البحث عن أسباب هذا التسمم بأخذ عينات من الأكل الذي تناولوه. عينات ولما أنت موجودة بالمطعم من أول ما وصلتنا المعلومة أن فما تسمم غذائي، واليوم أرجعنا باش نأخذ تحاليل أخرى لإكمال البحث. الطلبة نفذوا تحركا احتجاجيا على خلفية هذه الحادثة وطالبوا بتمكينهم من أكلة صحية. ماكلة في المطعم الجامعي في الفكتوار لقيتها رديئة جدا 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 جدا، ممكن فما ماكلة دي لمتاحة فايت، فما ماكلة فاسدة وهي اللي كانت سبب في تسمم الطلبة. تتجنب ناكل في الرستورانت ولا في الرستورانت ولا تطيب في الدار تاكل بالبرة، حصيلي ما تاكلش في الرستورانت وكهو. أكلة أكدت إدارة مطعم الواحات بجابس أنها متكاملة وتتم مراقبتها صحيا. يعني من استلام المواد اللي جينا الفيتيرينير موجود معنا، يعني المسؤولة على النظافة هيجينيست موجودة، فما يعني لجنة لقبول السلع. هذه الحادثة أبرزت مرة أخرى حاجة قطاع الخدمات الجامعية بجابس للفتة جادة، قطاع لا يزال يفتقد إلى حد الآن لأكثر من مدير. وإلى خبر شركة الطيران التونسية الناقلة الوطنية رحلاتها رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية ياسر مهدي. إذن مرحبا بك سيد ياسر، هل من تفاصيل أوفى للمشاهدين حول عملية إيقاف رحلات طيران الناقلة؟ كلهم على استضافة، حبيت نأكد الكلمة اللي عندها رول سلامة بالنسبة لقبل، ولهذا احنا غيرنا باش نوقف الرحلات نتاعنا معناتها بكيفة وقتية إلى أن يتم معناتها حسم الخلاف. وبعد ما حسم الخلاف توا معناتها مدة 4 ساعة نكملوا مسافرين اللي رحلات عادية، وإن شاء الله نوم كل المسافرين اللي رحلات نتاعهم تكون معناتها بسلامة تامة. هذه الحاجة اللي نحب نكملوا بها كافة مسافرين في الخطوط التونسية. سيد ياسر، هل يمكن إطلاق شاهدين على كيفية يعني تعاملكم مع هذه الأزمة بين ظفرين؟ كيف يمكنهم تأجيل رحلاتهم؟ كيف يمكنهم الاتصال بكم لإيجاد حلول عاجلة لوضعياتي؟ خاصة السادة موجودات أجنبية مثلا التونس الذين برمجوا رحلاتهم. احنا رو الاشكال هذه رو الاشكال القديم شوية، مش معناتها الاشكال صاير تو عنده شهرين والأكثر، معناتها من البداية بالحمل الزي إلى أن تعقد توا ولات معناتها بعد التبادل اللفظي بعد العنف، وخيرنا معناتها باش ناخذوا قرارات إدارية وقرارات قضائية على الشأن هذايا باش معناتها نأمنوا سلامة المديرين، ونأكد اللي إن شاء الله بعد ما خذينا توقيف هذا قرار توقيف نتاع ثلاث ساعات هدينا فيه نفوس ورجعنا إن شاء الله بإعادة سيد ياسر، أظن أنه من المهم جدا للمشاهد التونسي أنه يعرف ما هي حقيقة هذا الخلاف الحاصل بين السلكين، ما هما هذان السلكان وما هي حقيقة هذا الخلاف الذي أوصلنا اليوم إلى إيقاف رحلات ناقلة وطنية. هو خلاف، هو كي تشوف خلاف هذا أصلا ما هوش خلاف، معناتها بدا بخلاف وبعد ولا كي البولد الناس كما نقولوا شوية شوية كبر حتى اللي وصل توا بعد تبادل هذه ولا تبعوني. ثم احتقان بين الدكتور هذوما اللي قاعدين نحاولوا ان شاء الله باش نرجعوا الفوز لبعضهم، ثم اطراف معناتها اللي هما خارجين على الدكتور اللي هما قاعدين هما
اللي يحمشوا في الاجواء ويحقنوا فيها. مثلا احنا قاعدين تويكا نشوفوا نهديوا في النفوس وقاعدين ان شاء الله باش نحافظوا على سلامه الطيران نتاعنا، وهذا بالنسبه لنا احنا سلامه المسافرين بكل شيء. لذلك احنا خيرنا باش نوقفوا هكذا شويه باش ترجع الامور الى نصابها، وان شاء الله باش ناخذوا معناتها اجراءات اداريه. لو تحدثنا سيد ياسر عن هذه الاجراءات التي ستتخذ حق كما قال السيد الوزير من جهة الوزارة، لكن من جهتكم أنتم كناقلة وطنية وكمسؤولين على الناقلة الوطنية، الإجراءات التي ستتخذون في حق من ساهم في تعسير الوضع وفي إيصال الناقلة الوطنية إلى هذه الأزمة؟ احنا كناقلة وطنية معناتها عملنا الإجراءات الإدارية متاعنا وقررنا معناتها باش نحيوها زي ساعة إلى أن توقع فيها لجنة باش نرجعوا الأمور إلى نصابها. واللي كان متسبب في معناتها في التأخير ولا في إبطال هذه الرحلات هذوما خذينا فيهم قرارات تأديبية إن شاء الله كون نعالجوا عليها، وهذا أخذ زاد إجراءات وهي قاعدة تحقق بسبب في الفضاء التونسية من جراء اللي صار بين الطرف. سيد مدير عام شركة الطيران التونسية الخطوط التونسية، نود لو تذكر المشاهدين بطرق أو ما هي الوسائل التي تكون لوضع أو أولئك الذين سينطلقون رحلات كانت مبرمجة اليوم أو خلال 24 ساعة القادمة حتى يستطيعوا حل مشاكلهم مع الناقلة الوطنية، أي إجراءات يمكنهم اتخاذها؟ إن شاء الله الخطوط التونسية الرحلات بصفة عادية، معناتها نطمنوا المسافرين، وإن شاء الله المسافرين اللي جايين من الخارج مش توقع لهم شوية معناتها كي نقولوا احنا ديكالاج صغير، أما نأكدوا لهم اللي الرحلات مش تتواصل، أما بشوية معناتها روتار يقعد في الجماعة اللي جايين من معناتها نطمنوا لهم اللي راح كل إن شاء الله مش تصير معناتها من تو مسافرين احنا قبل كل شيء. إذا شكرا لك سيد ياسر بنكدي رئيس مدير عام شركة الطيران التونسية، وقد أكدت لنا منذ لحظات قليلة عودة رحلات الشركة والناقلة الوطنية، شكرا لك. في شأن آخر، وخلال ندوة حول التأسيسات والاستثمار تم اليوم تقديم نتائج أول دراسة نفذها المعهد العام للمؤسسات 2020 تناولت حسب نسبة الاندماج بها تناغم بين الاندماج المالي ونسبة الفقر في تونس. هذا ما كشفته نتائج دراسة حول الاندماج البنكي والمالي في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات خلال سنة 2016، وقد أثبت دراسة تباينا بين الجهات في نسب الاندماج المالي. أشر الادماج المالي لولاية القاروص اللي هي مرتبة الأولى 40.6%، نسبة الادماج المالي في ولاية القصرين بلغ 18.3% اللي هي أقل نسبة. شوفر هنا هو المدن تاع الولايات الكل كيما بينت 50% اللي يفا في تونس ما تسقر احسن نتائج نتاع الاغلبيه، وشفنا اللي هو هنا نسبه الفقر في المناطق وايضا جاذبيه الجهات. دور النظم البنكية في تمويل المؤسسات والاستثمار كان أيضا أبرز النقاط التي طرحت خلال هذه الندوة. قطاع البنك التونسي يجب أن يهتم أيضا بحاجات جديدة للاندماج الاقتصادي للمناطق وللقطاعات المهمشة سابقا، وهذا الاندماج يستوجب إيجاد طرق تمويل معبرة بالميكرو فينانس، التمويل الأصغر الذي يجب أن توفره البنوك بشكل مباشر مختصة. صعوبات كبيرة، معنا المؤسسات يجيبون صغرى باش يوصلوا يتحصلوا على التمويل النشاط نتاعهم سواء كان الاستثمار ولا التمويل العادي نتاعهم. الادماج المالي نتاع المؤسسات تميه من المؤسسات يتشكاو من عدم الحصول على التمويل اللي هما يستحقوه باش يوصلوا النشاط نتاعهم. ويقاس الاندماج المالي حسب المختصين في المجال بدرجة الوصول إلى القروض وفتح حسابات بنكية أو بريدية واستعمال الخدمات المالية بصفة عامة. في مستجد أخبارنا العربية والعالمية، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن أبا بكر البغدادي قائد تنظيم داعش الإرهابي فر من مدينة الموصل العراقية وفوض قيادة المعركة تكتيكيا لقادة ميدانيين.
على خلفية عملية العزل التي قامت بها القوات العراقية وفصائل شيعية لمدينة الموصل عن بلدة تل عفر بعد السيطرة على الطريق الرابطة بينهما يوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم أن أبا بكر البغدادي الذي أعلن الخلافة في ظهوره العلني الوحيد في جويلية 14 و2000 فر من المعقل السابق لتنظيم داعش الإرهابي بالموصل خلال محاصرة القوات العراقية لمدينة الموصل في العملية العسكرية لاستعادة السيطرة عليها. ورجح المصدر ذاته أن يكون البغدادي قد فوض قيادة تكتيكية للمعركة وأعطى توجيهات استراتيجية عامة لقادة الميدانيين. هذا وأكد مسؤول بالبنتاغون أنه تجري حاليا مطاردة البغدادي من قبل جماعات ليست من التحالف التي تقوده الولايات المتحدة، ومن بينها قوات العمليات الأمريكية الخاصة. وفي آخر العمليات العسكرية التي تخوضها القوات العراقية في مدينة الموصل، استعادت القوات السيطرة على سجن بادوش الواقع شمال غرب المدينة الذي شهد عددا كبيرا من المجازر التي ارتكبت على يد التنظيم الإرهابي، ولم تشر القوات في بيانها إن كانت قد وجدت أي شخص كان محتجزا في السجن. كما أردف البيان أن القوات استعادت السيطرة على سلسلة تلال عطشانة غربي المدينة إضافة إلى حي الشهداء الأول. وفي قراءة للتقدم الذي تحققه القوات العراقية مدعومة من التحالف في مدينة الموصل ومناطق أخرى من البلاد، أكد خبراء أن تنظيم داعش الإرهابي خسر معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق ويسعى جاهدا للاحتفاظ بما تبقى له من أراضي الخلافة التي أعلنها، ولا يزال يخطط لمواصلة العمل كدولة وهمية تتركز في وادي الفرات، وأن التنظيم الإرهابي يدرس مرحلة ما بعد الخسارة التي تبدو محققة في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية. وفي آخر حصلات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، كد الخبراء أنه لا يزال في العراق وسوريا نحو 15 ألف أسر التنظيم من بينهم 2500 في الموصل وبلدة تل عفر المجاورة ونحو 4000 في الرقة. في خطوة جديدة لتعزيز القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، انتشرت قوات مشاة من البحرية الأمريكية شمال سوريا ضمن ما يعتقد أنها معركة استرجاع مدينة الرقة من قبضة التنظيم الإرهابي، في وقت أعلن فيه عن جولة مفاوضات جديدة برعاية أممية هذا الشهر. دعا المبعوث الأممي إلى دمشق ستيفان دي ميستورا طرفي الأزمة السورية إلى جولة خامسة من محادثات السلام المزمع إجراءها يوم 23 من مارس الجاري تحت إشراف المنظمة الأممية. وأوضح ديمستورا أن المشاركين حددوا جدول أعمال واضح لمزيد من المفاوضات التي ستكون على أرتي محاورها هي حكم وانتخابات ومكافحة الإرهاب. وكشف ديمستورا عن هذا الموعد بعد أن قدم لمجلس الأمن الدولي نتائج المحادثات الأخيرة التي انتهت الجمعة الماضية في جنيف دون التوصل إلى وقف الحرب. وكانت آخر محادثات بجنيف بشأن سوريا قد انتهت يوم 4 من مارس الجاري مع قبول أطراف النزاع في سوريا بأجندة واضحة تتضمن الحوكمة ومكافحة الإرهاب. محادثات وصفها رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية نصر الحريري بالإيجابية باعتبارها ناقشت لأول مرة قضية ما يعرف بالانتقال السياسي رغم عدم توصلها إلى نتائج واضحة على حد تعبيره، مضيفا أن المعارضة ليس لها اعتراض على لحات النار والأورى لكنها تتفقد لحظة. يأتي ذلك في وقت وصلت فيه قوات من مشاة البحرية الأمريكية إلى شمال سوريا دعما للقوات المحلية في القتال الذي تخوضه ضد تنظيم داعش الإرهابي، ويعتقد أنها أيضا ضمن التحذيرات الجارية لشن عملية عسكرية لاستعادة مدينة الرقة التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي. وقال متحدث باسم التحالف إن نشر وحدة مدفعية من مشاة البحرية في سوريا قد يساهم في التعجيل بهزيمة الإرهابيين هناك. قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة رئيس دونالد ترامب تدرس نشر ما يصل إلى 1000 جندي أمريكي في الكويت قوة احتياطية في الحرب على داعش الإرهابي بسوريا والعراق، وسيمثل هذا الخيار حسب المصدر خروجا عما جرت عليه العادة في عهد إدارة باراك أوباما، إذ سيترك للقادة الحليين القرار النهائي في نقل هؤلاء الجنود الاحتياطيين. إلى أخبار الرياضة الآن، فقد بلغت التونسية أنس جابر ربع نهائي دورة زهوهاي الصينية لكرة المضرب إثر فوزها أمس الأربعاء على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا بمجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 6-1 و2-6 و6-3 لتواجه في ربع نهائي تايوانية كاي تشاي تشانغ.
في ثاني مرحلة تفهم منافسات بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد قليل مواجهة مستقبل مرسى وضيفه الملعب الجابسي الذي يحتل المركز الخامس بنقطة وحيدة، فيما يقبع مستقبل مرسى أسفل الترتيب دون رصيد. أما في كرة القدم الأوروبية فقد التحق برشلونة الإسباني بغريمه الأزلي ريال مدريد في ربع كأس رابطة الأبطال إثر فوز مثير مساء أمس على حساب ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما تأهل بروسيا دورتموند الألماني على حساب بنفيكا البرتغالية ليلحق ببايرن ميونخ. هي بلا شك ليلة لن تمحى من تاريخ الساحرة المستديرة، تلك التي عاشها أمس عشاق البلوغرانا برشلونة الإسبانية الذي دخل قائمة أروع التحولات في تاريخ كرة القدم إثر عودة بعيدة واقتناصة مستحقة إلى ربع نهائي أمجد الكؤوس على حساب باريس سان فرانسي المنتشي بعد الذهاب على أرضه، بأن يقلب ويحقق فوزا مثيرا من خلال سيناريو دراماتيكي ويحرز هدفين في غضون أربع دقائق، ويكتسح النادي الباريسي بستة أهداف مقابل هدف يتيم لإيدينسون كافاني. برشلونة مجددا أن المستحيل ليس كتالونياً، بأنه يراهن بجدية على لقب قاري غائب عن خزائنه منذ سنوات عدة وعينه على المحطة الأخيرة بمدينة كارديف. إنها ليلة من الصعب التعبير عنها بالكلمات، كان هذا نص فيلم رعب، ليس بيسع القول إنه فيلما مثيرا بل فيلم رعب. بدايتنا المباراة كانت رائعة وكان استاد كامب نو كما لم أره من قبل، بوسع تذكر مباراة واحدة كان مقدار التوتر بها يشابه التوتر اليوم، قد كنت لاعبا أنذاك وكان تعامل لاعبي فريقي مبدعا، قمنا بمجازفات متعددة وليس من الممكن المجازفة بشكل أكبر مما قمنا به اليوم، إلا أن هذا كان نص كبيرا. aceptar los riesgos hemos corrido infinidad de riesgos a veces los milagros suceden. التعليقات السيئة عن مدربنا، أود رؤية اسمه يوم غد في العناوين الرئيسية. استراتيجيتنا في المباراة جاءت نتيجة لعمله الدؤوب، كان له الفضل في تأهلنا، تم التعامل معه بكل قسوة عديد المرات، وأعتقد أنه يستحق أن تتم معاملته بصورة أفضل بعد اليوم. فقدنا في آخر 10 دقائق كل ما عدناه في الشوط الثاني، أفلح برشلونة في تحقيق ذلك على هذا الملعب في لحظة فارقة، وليس لدي أي شرح واضح لما حدث، قدموا كل ما لديهم في آخر الدقائق وبعملهم هذا أفلحوا في التغلب عن كل ذلك، وعلينا لأنه كانت لدينا فرصة لكن لم نستثمرها. في المقابل بات المدرب أوناي إيمري في موقف لا يحسد عليه بعدما فرط لاعبوه في تأهل كان في المتناول لولا التفنن في إهدار فرصتين كانتا كافيتين للإطلاق رغم المدى الكروني الكبير طوال ردهات اللقاء، ليخلف الانسحاب حسرة ومرارة وليمحو حلما لطالما راود عشاق فريق العاصمة منذ الموسم الماضي عندما كان الفريق يعجب النجوم على غرار إبراهيموفيتش. أرقعة الكامب نو هنا مواجهة سيجنال إيدونا بارك بين بروسيا دورتموند الألماني وكارتولي في المقام الثاني، بل باتت في طي نسيان ولم تخلف أثرا واضحا، ولعل أبرز ميز هذه المواجهة هو تأهل المارد الأصفر بربعية نظيفة أثرت قابل بملعب وجه. وقعت وزارة الشؤون الثقافية شبن عرفتا مساهمتها في صنع مجد فرقة الإذاعة والتلفزة التونسية من خلال أدوارها المتعددة. توفيت صباح اليوم الممثلة التونسية خديجة بن عرفة عن سن 68 سنة، وقد بدأت خديجة بن عرفة مسيرتها الفنية منذ ستينات القرن في الإذاعة والمسرح، وبرزت العديد من الأعمال التي بقيت في ذاكرة المشاهد، أهمها أمي تراكي وعمتي عايشة راجل فيما يتعلق بالأعمال بالأبيض والأسود. الله فيكم، هذا من مكارم أخلاقكم ومن حسن أخلاقكم. داركم حلوة. تألقت خديجة بن عرفة في التسعينات في العديد من المسلسلات التونسية كأمواج والحصاد والخطاب على الباب ومنامة عروسية حسابات وعقابات وحكم الأيام، وقد عرفت خاصة بأداء دور المرأة التونسية قوية الشخصية. بسم الله على ولدي، علاش حتمنوا في مستقبله؟ هو الوحيد اللي نقله؟ يزمك تعرف يا إبراهيم اللي ثلاثة أرباع اللي قاعدين ينقل فينا. 45 سنة والبدل والتألق، أدوار وبطولة في جل الأعمال الإذاعية والمسرحية والتلفزة، أدوار رسخت في ذاكرة الكثير منا. رحم الله الفقيدة ورزق أهلها جميل الصبر والسلوان. احنا ناس نعيش بالتمثيل ونتنفس التمثيل ونشرب التمثيل. نهاية الموعد الإخباري مشاهدينا الكرام، إليكم فيما يلي تذكيرا بالعناوين. اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية تشديد على التنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية يدعم بتوقيع اتفاقية نوعية في المجال. الخطوط التونسية
تعلن إخلاءها إلى بعد خلاف الحاجة بين أعوانها ووزير النقل يتعهد باتخاذ إجراءات ردعية لتعزيز القتال ضد تنظيم داعش الإرهابية. تحالف يؤكد نشر وحدات مشاة بحرية في سوريا، ودمستورا يدعو إلى جولة محادثات خامسة. نراكم على خير.